قالوا أهل زمان للسفر 7 فوائد، وأولها راحة النفس. لما بتروح أماكن جديدة وتقابل ناس تانية وتغير الوشوش اللي تعودت تشوفها حواليك، التغيير ده في حد ذاته بيفضي، بيهوي الهموم ويريح النفس. وفي السفر رزق، ناس كتير بتسافر عشان توسع رزقها. وفي السفر علم، اطلبوا العلم ولو في الصين. وفي السفر فرصة عشان تتعرف على عادات وتقاليد شعوب ما تعرفهاش، فتتقبل وتحترم الناس المختلفين عنك. بس المهم الصحبة الحلوة، اختار الرفيق قبل الطريق، عشان هي دي هتكون أكبر فايدة في السفر. بتعلمك إزاي تكتشف أصول ومعادن الناس اللي حواليك. محدش بيبان على حقيقته قد لما بيبان في السفر. وتروح بقى بالشكل ده في كل حتة كده؟ كل حتة ممكن تخيليها، بس مش جوه المدينة خالص، يعني دي بسافر بيها فقط. بس على الطرق؟ آه، طرق سفر فقط. لكن بعد كده هو تركب في جوه المدينة عجلة عادية بتعبر عجلة مثلاً ولا؟ لا لا لا، طول ما أنا بسافر مش بركب اللذيذ. أنا بقى القاهرة مثلاً مستحيل أعمل بشوير جواها بالعجلة دي. وأنت في القاهرة ما تركبش حتى عجل عادي؟ آه، عندي بقى عجل عادية دي بتاعت القاهرة، بس دي ما بتبقاش عملية قوي هنا. بتطلعها على الطيارة عادي؟ بطلعها على الطيارة بتشحنها. بس بشحنها. بتتفكك بقى كذا حتة ولا بتعمل ايه؟ بتتفكك 6 قطع رئيسية. 6 قطع؟ بس بعد التفكيك بتدخل في الكرتونة بتاعت عجلة عادية. عجلتك مريحة جداً 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 جداً. عايزة أجربها. يلا يلا دلوقتي؟ يلا.